عندنا ايه كيلو موز حلقات، والحلقات تكون السمك دوت ما تبقاش رفيعه قوي علشان انا عايزاها تبقى باينه في الكيكايه بتاعتنا لما نيجي نقطعها. ده الموز. طيب هل هينفع ان انا اغيره باي نوع فاكهه تاني؟ اه ممكن طبعا ينفع، وهقول لكم واحنا شغالين ايه انواع الفاكهه اللي احنا ممكن نحطها. طيب مقدار الكيك بقى عندنا 4 بيضات، 2.5 كوباية من الدقيق، 3 معالق كبار كاكاو خام، 1 كوباية من السكر، 1 كوباية من الحليب، 1 كوباية من الزيت، وفانيليا، وباكت كامل من البيكنج باودر. مقادير سهله وبسيطه، كل المقادير دي كلها هنحطها في الخلاط ونشوف شكلها لما تطلع تبقى عامله ازاي. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي البيض والفانيليا، 4 بيضات، وادي الفانيليا بتاعتنا، هنعمل عليها ايه؟ زيت وحليب، ومعاهم طبعا السكر، 1 كوباية من كل حاجة. والمقدار اللي نعاير بيه الدقيق هو اللي نعاير بيه السكر، هو اللي نعاير بيه الحليب، هو اللي نعاير بيه كل حاجة في مقدار الكيكة بتاعتنا. طيب هنضرب الخليط ده كويس قوي. فايدة ان الخليط يتضرب كويس قوي علشان اتأكد ان السكر بتاعنا دايب، مش ان هو يدي فوم او الكلام ده كله، او حتى لو مش تستخدمي الخلاطه تستخدمي مضرب كهرباء، اتاكدي ان السكر الحبيبات بتاعته كلها دي. تعالوا بقى نضربه ونشوف. بسم الله الرحمن الرحيم هنعمل ايه بعدها. بسم الله. كده اتاكدت ان هو اتضرب كويس قوي، اجيب بوله من عندي او اجيب طبق غويط من اللي بستعملهم في المطبخ. بسم الله. وادي الخليط بتاعنا اهو بالشكل ده. كده كده فاضل المواد الجافه عندي، هنعمل ايه فيها؟ هحط الكاكاو على البيكنج باودر على الدقيق واقلبهم مع بعض وانزلهم على خليط السوائل وهما منخولين. بصوا كده قلبنا الخليط كله مع بعضه. هعمل ايه دلوقتي؟ اروح عامله كده، حط الخليط ده وانخله علشان يديني هشاشان للكيكايه بتاعتنا، وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه من جوه اي تكتلات من الكاكاو اللي احنا حاطينه. انا دخلت كله علشان ابقى متاكده اني الحاجه دخلها هوا وفي نفس الوقت ما يبقاش فيه حاجه متكتله. هعمل ايه دلوقتي؟ بكل بساطه اهو هلم الخليط بتاعنا كله بالشكل ده. الفرن بتاعنا قبل ما ابدا الهواء وقبل ما ابدا حاجه خالص في عمايل الكيكايه شغلته على درجه حراره 180 علشان مجرد ما الكيكايه بتاعتنا تدخل مفيش اي حاجه هنفتح الفرن فيها، الا بعد مرور 35 دقيقه نبدا بقى ايه نفتحها بالراحه ونختبر كده الكيكايه بتاعتنا استوت ولا لا، وما يكونش قدامنا ولا مروحه شغاله ولا شباك مفتوح عشان ما يدخلش هوا، ما نفتحش الفرن على اخره، نفتحه يدوب حاجات بسيطه. كل دي حاجات تخلي الكيكايه بتاعتنا تطلع في منتهى الجمال. بصوا ما شاء الله الخليط عامل ازاي. طيب فاضل ايه بقى دلوقتي؟ نجيب القالب بتاعنا، نجيب سنه دقيق كده وسنه زبده علشان نغلف القالب بتاعنا. والتغليفه دي بتخليلي اضمن ان الكيكايه بتاعتنا هتطلع من غير ما تلزق ومن غير ما تبقى في حاجه تفضل في القالب اهو كده، يعني تغليفه محترمه، مش ان انا احط بس ايه دهنه كده وبسيطه وبس. لا بصوا حتى اللي في النص لازم اغلفه كله علشان يطلع لي كيكايه بكل سهوله. بصوا من الدعكه دي كده الزبده نفسها اهي بتسيح في ايدي. طبقه حلوه كده اغلف بيها القالب، واروح واخده رشه بسيطه من الدقيق كده. بمشيها في القالب كله علشان اضمن ان هي اتغلفت كويس قوي كده. بصوا وعلى اللون اللي في النص برضو علشان اضمن ان هي اتغلفت. واجي كده عند الحوض او عند باسكت الزباله بتاعت البيت واروح عامله كده. بقى عندي بالشكل ده مفيش اي تكتلات من الدقيق. ليه؟ لان انا عامله كيكايه بالشوكولاته، اي تكتلات من الدقيق لما اجي اقلب الكيكايه بتاعتنا هلاقيها مبيضه من الظهر. عايزه اتفادى حاجه زي كده ممكن اغلف التغليفه دي، بدل ما احط دقيق ممكن احط كاكاو.
بدل ما احط رشه الدقيق على الزبده ممكن احط رشه كاكاو، هتطلع معايا برده زي الفل وهتطلع مظبوطه وفي منتهى الجمال. تعالوا بقى كده نشوف هنقفل قالب الكيك بتاعنا ازاي. طيب نونا، لو انا ما عنديش قالب مفتوح من النص، لو انا مثلا ما عنديش قالب تيفال، هعمل في صينيه ألمونيا. احلى تسويه للكيك هي اللي بتبقى اصلا في صينيه ألمونيا، بتطلع مظبوطه، تسويتها متساويه وفي منتهى الجمال. طيب انا عايزه اعمل كيكايه مفتوحه من النص علشان تدي شكل كويس، لكن ما عنديش قالب مفتوح من النص، اعمل ايه؟ اي بوله موجوده عندك من اللي بيدخلوا الفرن اللي هي الحراريه اللي هي السيراميك او اللي هي البايركس، اي واحده حطيها في النص بتاعت الصينيه وابدأي بعد كده حطي عليها خليط الكيك، هتلاقيها موجوده في النص زي ما هي. بس اهم حاجه وهي موجوده في الفرن ما تسيبهاش فاضيه، ما تسيبيهاش فاضيه، تحطي فيها شويه ميه علشان ما تفرقعش من السخونيه. نحط فيها شويه ميه في البوله دي علشان ما تفرقعش من السخونيه، وهتطلع لك اكنك عندك قالب بالظبط مفتوح من النص، وهتطلع معاكي زي الفل كده. بنرص الموز بس كله كده علشان نبدا باقي نصب عليه خليط الكيك. بننزل الخليط، بنغطي بيه الموز كله، مش عايزين نسيب حاجه، بالشكل ده كده. بصوا بقى كده، في حاجه مهمه قوي عايزه اوريها لكم دلوقتي. هجيب معلقه واجيب بوله صغيره فيها شويه من الميه. انا مش عايزه اخبط الكيكايه بتاعتي في الترابيزه او في رخامه المطبخ علشان انا مش عايزه اطلع الهواء اللي فيها، لكن في نفس الوقت عايزه اساوي الوش، والوش بتاعنا زي ما انتم شايفين كده معمول علشان الموز، فانا لازم اساويه بطريقه تخليني ما هزش الطاجن بتاعنا ويطلع هواء. طيب هعمل ايه؟ بعمل الاول كده ما اخبطهوش في الـ في الـ في الـ في الرخامه، يعني ما امسكش القالب واخبطه كده، لا اهو بصوا يا دوب بخلي الخليط بتاع الكيك يدخل جوه الموس، واروح عامله كده بسم الله معلقه وبلها بالميه واعمل كده الحاجات اللي هي مش متغطيه كده علشان تغطي الخليط كله بالشكل ده. يبقى انا كده خلاص غطيت الخليط بتاعنا كله وسويته. الفرن بتاعنا شغال على درجه حراره 180. قبل ما اعمل اي حاجه اهو رف وسطاني مشغله فوق وتحت، ما عنديش فوق يا نونا اعمل ايه؟ شغلي تحت بس ودخلي الصاج بتاعك او دخلي الصينيه بتاعتك، هتبقى معاكي برده زي الفل. نظبط ساعتنا، نظبط ساعتنا يا شباب 35 دقيقه بالظبط ونبدا نكشف على الكيكه بتاعتنا. طيب بصوا كده انا قفلت اهو الفرن، باب الفرن ده ما يتفتحش الا بعد مرور ال 35 دقيقه. خلوا بالكم من حته تسويه الكيك دي علشان في ناس كتير قوي والكيكايه باظت مني ولقيتها عليت وخدت لون حلو قوي، اول ما طلعتها هبتت من النص، بدات تشقق، بدات جزء مستوي وني وجزء مستوي كويس والباقي ني، طب اعمل ايه؟ زي ما انا ما قلت لكم كده، قفلنا الفرن ما يتفتحش الا بعد مرور 35 دقيقه، حطيناها دلوقتي، اظبطي الساعه في ايديكي او على الحيطه 35 دقيقه، ولما نيجي نفتح الفرن هوريكم، مش هنفتح الفرن على البحري علشان الهواء ما يدخلش يطلع السخونيه اللي جوه الفرن والكيكه بتاعتي تلاقيها هوب راحت ايه هبطانه منك. هنشوف ازاي هنختبرها، هنشوف ازاي ما نفتحش الفرن على اخره، ونشوف الكيكه لما تطلع. طبعا مش عامله منها نسخه، فاللي هيطلع معانا دوت هو اللي هتشوفوه على على عينيكم دلوقتي لما نطلع نطلعها ان شاء الله من الفرن. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا بقى كده فرننا مقفول والوقت بتاعنا تمام. بعمل ايه؟ بعمل كده بسم الله الرحمن الرحيم، سموا بالله وانتوا بتعملوا الحاجه عشان ربنا يبارك لنا فيها. بسم الله، بفتح بالراحه خالص ومعايا عود الخل اهو، راح عامله كده. بصوا قفلت تاني ازاي على طول والفرن يا دوب مفتوح حته زي كده. طيب اعمل كده
كده باينه. بصوا مستويه مش عجين، لكن عايزه يعني هي ايه قالت لي ان فاضل 3 دقايق، هي عايزه الثلاث دقايق دول علشان بس ان هي ايه تكمل حته الطراوه اللي باينه في العجين دي. يبقى هي الثلاث دقايق او 5 دقايق كمان، وهروح قافله الفرن واسيبها جوه مش هطلعها علشان تسحب سخونيه الفرن كلها وتديني كمان التسويه اللي انا عايزاها. كده انا قفلت الفرن وهسيب الكيكايه. تعالوا نشوف الكيكايه بتاعتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب حد هيقول لي هي شققت ليه كده؟ ادت ليه على الحرف من فوق كده؟ هقول لكم ليه. لما بنيجي نشغل الفرن الشبكه بتاعتنا اهي، لو عندنا شبكتين بنحط شبكه تانية من فوق وعليها صاج. ليه؟ علشان الحراره بتاعت الفرن كلها تتوزع وتطلعني الكيكايه مش مشققه او مش مفتوحه من فوق كده. طيب يعني انا لما بعمل الكيكايه بصراحه في الفرن ده بتطلع مظبوطه، ما بتبقاش مديه التشقيقه دي، فده بيبقى مشكله فرن مش مشكله فيكي خالص. بصوا كده ببدا ايه، انا ضامنه متاكده ان القالب بتاعي مش هتلزق فيه، لكن علشان ابقى متفاديه اي حاجه اهو كده، واجي من هنا نفس النظام عشان لما اجي اقلب الكيكايه بتاعتي ما اخسرش اي حاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بسم الله ما شاء الله. تعالى بقى كده معايا يا جمل، معانا صوص شوكولاته احنا اللي عاملينه على ايدينا وعملناه مع بعض قبل كده وقلت لكم الطريقه بتاعته، واروح عامله كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بالشكل ده كده. على الهادي خالص. ما كناش عاملين منها نسخه، اللي عملته قدامكم هو اللي طلع قدامكم، سواء من المعجنات سواء من الكيك زي ما انتم شايفين كده. بسم الله الرحمن الرحيم. بص كده بسم الله. حاضر، دي كانت حلقتنا النهارده. عملنا فيها ايه؟ طبعا هي سخنه قوي. عملنا فيها ايه؟ عملنا فيها كيك الموز زي ما حضراتكم شايفينه كده، وهوريكم من جوه شكله هيكون عامل ازاي. بص يا جمال هنا الموز عامل ظاهر معايا ازاي. بص كده شكلها في منتهى الجمال.